دكتور، هل الحساسية من رائحة ماء، هل هذه من طبيعة الأكل ولا من طبيعة الجسم، فصيلة الدم؟ طيب، إيش سببها؟ لعلي أفصل في الموضوع هذا شوي أساسا المشاهدين والمستمعين يعرفون إيش اللي صاير في الحساسية. الحساسية أنواع، في حساسية أكل ممتاز، وهذا نشوفه عند بعض المرضى اللي يقول أنا عندي حساسية من الحليب، من البيض، من السمك، من الفستق، من أي نوع من أنواع الحساسيات، أو تكون الحساسية من الأشياء مستنشقة في الجو. جميل. من الهواء. كلا الحساسيتين طبعا. جميل. الحساسية الهواء والاستنشاق أكثر بكثير من حساسية الأكل، وهذا اللي نعاني منها. يعني من النادر تلقى أحد يجيك بالعيادة يقول أنا عندي حساسية من أكل معين، لكن نشوف كثير عنده حساسية من الجو، من الغبار، من البخور، من العطور، من المزارع، الثيل، أنواع معينة من المهيجات، فطريات موجودة في الجو، مادة العثة والمكيفات. البعض يقول إذا تعرضت لتيار هواء على طول أتحسس منه. ريحة الخيل، أنا من ريحة الخيل على طول تجيني حساسية. ريحة الخيل، ريحة بعض الحيوانات مثل الغنم، بعض يتحسس منها، القطط كثير. الشجر. السوبر. أي جدا. طبعا أنواع الحساسية اللي عن طريق الشم وعن طريق التنفس نوعين، في حساسية سنوية ودائمة. ممتاز. وفي حساسية موسمية تجي في المواسم فقط. الحساسية الدائمة هي اللي موجودة في البيت متعايش أنت وياها. جميل. أحد عنده قطة صغيرة، القطة هذه محسستن البيت. نعم. أحد عنده مثلا تهيج من مادة العثة اللي موجودة في المكيفات. أه. أو أحد عنده مثلا تهيج من الغبار اللي موجود في الفرش. أه. الحساسية السنوية هي اللي تجي بالمواسم، جاء أمطار تحسس منها، جاء نوع من أنواع الشجر ربيع أو خريف يتحسس منه، أو غبار. طبعا أكثر الأشهر اللي يكون فيها الحساسيات خصوصا الموسمية منها هو شهر نهاية مارس وأبريل وبداية مايو، بعدين نرجع ثانية في نهاية سبتمبر وأكتوبر وجزء من نوفمبر. هذه الأشهر هذه أشهر حساسية مشهورة. جميل. طب كيف تجنبها الواحد؟ هل هي يعني هل في أدوية معينة، أغذية معينة يعني تخفف الوطأة ولا؟ الله يسعدك. طبعاً الوقاية خير من العلاج دائماً. جميل. فاللي عنده حساسية من أكل دائماً نقوله لا تأكل، لكن اللي عنده حساسية من الهواء والاستنشاق من الصعب أنك تمنعه إلا عن أشياء معينة. أحد عنده حساسية من عطر معين نقوله لا تتعطر منه، من بخور حاول تحشه، لكن اللي عنده حساسية من مواد متناثرة في الجو أو حساسية موسمية تحصل غالباً من الشجر أو الفصول، هذا ماله غالبا وقاية، لكن له علاجات. العلاجات حقته اللي مشهورة، العلاج الأول اللي دائما ننصح فيه غسول الأنف. أيه. ونصح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الاستنشاق، الإسراف في الاستنشاق بالماء، لكنه طبيا موجود على شكل محلول. أيه. وكياس ملح تحط في المحلول. أيه. تخلط في علب موية زي العلبة الموية هذه. أيه. بعدين تخضها كويسة وترجع. أيه. تخليها تدخل من جهة من الأنف وتطلع مع الجهة الثانية. هذا يسوي عملية تنظيف للأنف وقلل نسبة التحسس. والله يبيلها كنترول دي. هي مثل السباحة ترى. يبيلك مرتين أو ثلاث تستخدمها ثم ترتاح لها كثير. هي وجدا مفيدة وفعالة على أبحاث محكمة على مستوى العالم كله. ما شاء الله. العلاج الثاني اللي يأخذ وقت الحاجة اللي هو بخاخات الكورتيزون. ولعلي أنتهز الفرصة أيضا أن في كثير من المرضى يتحرج كثير من بخاخات الكورتيزون. هي بالنسبة لنا ترى تأثيرها على الجسم ضئيل جدا. ما يعني تأثيرها سلبي. عندنا الناس تخاف منها منتشر شعبيا جدا. واشوف الناس اللي يجون في المستشفى والعيادات لا اعطيته مثلا بخاخ. ايه؟ لا ما ابغى كورتيزون. اي كورتيزون يؤكل او يحقن هذا مضر. الكورتيزون اللي يؤخذ عن طريق الانف او بخاخات الصدر او حتى الكورتيزون اللي يؤخذ عن طريق الكريمات استخدامه ان شاء الله ما في اشكال، اخف يعني. اخف بكثير وامتصاصه في الدم ضئيل. فما نقلق منه ابدا. فانا نصيحتي إذا وصف لك بخاخ كورتيزون للأنف للتحسس لا تتحرج في أخذه. وعادة نأخذ حنا بختين مرتين لفترة مثلا أسبوعين، وعند الحاجة ممكن حنا نمدده. العلاج الأخير حبوب الحساسية نأخذها في مواسمها. شدت عليك الحساسية مثل المخفات الألم البنادول وغيره، تأخذه مرة واحدة في اليوم مدة 5 أيام إلى 7 أيام عند حاجتك. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.